مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقطب سيتي تشانل على يوتيوب وطبعا فيديوز واتس وات. البرودكت يلي رح نحكي عنه اليوم بيتميز بتميزه، خليكن معنا. جايز او ليديز، هذا هو دايسون سوبرسونيك الجديد. لتفاصيل اكثر عن هيدا السشوار يلي ما بيشبه ولا اي سشوار، حضروا هذا الريبورت. دايسون سوبرسونيك الجديد، التصور الجديد لمجفف الشعر. ما تغير مفهوم تنشيف الشعر بس، تغير الهير ستايلينج كمان، والسر بالV9 موتور من دايسون الجديد. دايسون عملت ثورة تكنولوجية كبيرة ببرودكت سوبرسونيك الجديد، لأنه الموتور صار موجود بالمسكة، وهذا الشيء أدى لإعادة توازن بشكل مختلف وكامل للهير دراير. ومين غير دايسون بيقدر يغير الطريقة يلي بتنشف فيها شعرك؟ الموتور الجديد V9 بيبرم حتى 110,000 لفة بالدقيقة مع 13 شفرة مروحة بحجم صغير. ولحتى نحافظ على قوة شعرك، دايسون سوبرسونيك بيستخدم سنسور بيقوم بقياس درجة الحرارة 20 مرة كل ثانية كرمال يعطي الحرارة المطلوبة لشعرك لينشفه أسرع ومن دون ما يأذي. وبكل سهولة فينا نغير الأكسسوريز لدايسون سوبرسونيك عبر طريق المغناطيس، لأنه بيتركبوا مغناطيسياً، والأحلى من هيك رح يبقوا باردين كل الوقت حتى لو كان السشوار داير عبر تكنولوجيا الهيت شيلد. دايسون سوبرسونيك تحكم قوي بدرجة الحرارة لمزيد من التألق واللمعان لشعرك. موتور صغير ما بيتجاوز عرضه 27 مليمتر، V9 من دايسون. بيقوم V9 من دايسون بتوليد 13 لتر من الهواء بكل ثانية لحتى يعمل بدوره ثورة مش عادية بتقنية الهندسة التقليدية. هيدا هو الدايسون سوبرسونيك الجديد، تصور جديد لمجفف الشعر، متوفر هلأ بقطب سيتي مع كفالة سنتين من دايسون. إذن هذا كان كل شيء لليوم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، لايك وشير الفيديو إذا حبيتوا الفيديو، وكمان فيكن تشرفونا بقطب سيتي سنتر صيدا الاتصالات الشرقي لتشوفوا الدايسون سوبرسونيك الجديد. www.kotobcity.com تتشتروا، واصل عندكم على البيت، وأنا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.